صباح الخير على حضراتكم، برحب بحضراتكم ويتجدد اللقاء وصباح دريم. النهاردة يوم غير عادي على الإطلاق، بعد دقائق قليلة تبدأ محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة قتل المتظاهرين بالاتحادية. عشان كده النهاردة من خلال صباح دريم هنحاول متابعة المحكمة ونعرف إيه تداعياتها وكيف سير خط المحاكمة، ويا ترى هيحصل فيه مشاكل وجماعة الإخوان الإرهابية هتحاول إزاي إنها تفشل هذا اليوم كما أنذرت أكتر من مرة. وأيضا كعادتنا اليوم ويوم الأربعاء بيكون معنا فقرة فنية. النهاردة معنا فقرة الفنية نجم من نجوم ستار أكاديمي، هو فنان وملحن ومغني من أفضل ما نقول أفرزت هذا البرنامج ستار أكاديمي، وهو الفنان أحمد مصطفى. ولكن كعادتنا نبدأ بقراءة سريعة لأهم أخبار وأهم الصحف الصادرة صباح اليوم، وبعدها مجموعة متنوعة من التقارير. فاصل قصير ونبدأ، ومرة أخرى صباح الخير. نريد حشدا للدستور يبهر العالم ويوقع الرعب في قلوب الإرهابيين. اخرجوا جميعا أيها الشعب المصري لصناديق الاستفتاء لنري العالم كله شرقه وغربه، ولنري من أراد أن تسيل دماء أبناء مصر على أرض مصر، ولنري من في قلبه ذلك الحقد الأسود الأعمى، لنريهم من هم المصريون، لنريهم من هم المصريون.
برحب حضراتكم مرة تانية وصباح الخير، ونبدأ جولتنا الصحفية اليوم من جريدة الوطن وسبق صحفي آخر. الوطن تخترق سجن برج العقرب وأيضا تحصل على تصريحات خطيرة من المعزول. مرسي سأطالب السيسي وطنطاوي وعنان أمام المحكمة في قضية التخابر في 28 يناير. تمكنت جريدة الوطن من اختراق سجن برج العرب شديد التحصين والتأمين والذي يقضي فيه الرئيس المعزول محمد مرسي فترة الحبس الاحتياطي على ذمة عدة قضايا قبل ساعات قليلة من ترحيله إلى الجلسة الثانية لمحاكمته وعدد من قيادات جماعة الإخوان اليوم. وحصلت الوطن على تصريحات خطيرة من المعزول، وقال سوف أفجر مفاجآت مذهلة من مسرحية المحاكمات على حد وصفه، وقضية الاتحادية لا تهمني. وأيضا أضاف إذا أصروا على مسرحية محاكمة التخابر فسوف أطالب بمثول كل من المشير حسين طنطاوي، الفريق سامي عنان، والفريق عبد الفتاح السيسي. معنا على الهاتف الأستاذ محمد البرغوثي الكاتب والصحفي الكبير. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ أسماء. صباح الخير. الحقيقة قبل المحاكمة والرئيس مرسي أعلن أن عنده عدة مفاجآت هيفجرها في خلال هذه المحاكمة. عايز أعرف من حضرتك إيه ممكن تكون الأهمية القانونية والسياسية لهذه التصريحات الأدلى بها الرئيس المعزول؟ زي ما أنت حضرتك قريتي أنه بيتكلم في مسألة في قضية شديدة الغرابة، أنه كلام مرسل انه قاله له المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الاسبق واللي كان بيدير المرحله الانتقاليه، وانه اتكلم معاه وقال له حرفيا هناك موانع في ترشح الشاطر للرئاسه لانه لو فاز سيأخذنا لبعيد، اما انت يا باشمهندس فما عندكش مشاكل. وبيقول بيستند الى مبرر شديد الغرابه يمكن ان يفنده طالب في سنة أولى في كلية الحقوق، كيف يتهمونني بالتخابر وقد وافق المجلس العسكري السابق على دخول الانتخابات؟ أي حد له أدنى صلة بالقانون يعرف أن الاستبعاد من الترشح للانتخابات الرئاسية أو حتى للانتخابات البرلمانية أو حتى للانتخابات المجالس الشعبية المحلية لا يتم إلا بناء على حكم قضائي نهائي وليس بناء على تقارير أمنية أيا كان الجهاز الأمني الذي قدم هذه التقارير. فهذا استناد خاطئ جدا ولا قيمة له أمام القانون على الإطلاق، كما انه الفتره الانتقاليه. استاذ محمد انا اسف على المقاطعه، ولكن الحقيقه التساؤل لحضرتك او من خلال اجابه حضرتك بتقول ان المفروض يعني ما فيش اي حد يمنع من سواء كان بقى رئيس جمهوريه او من الترشح لاي منصب غير بعد صدور حكم قضائي، وفي نفس الوقت الاوراق اوراق القضيه بتقول ان هو تم القبض عليه هو ورفاقه او جماعته كما يقال يوم 28، وده كان بناء على قرار من النائب العام ان هو بالفعل ان القضيه دي تم تحويلها لقضيه التخابر. فقضيه بهذه يعني بهذه الاهميه مش المفروض ان هي تدرس اولا قبل الموافقه على السماح له انه يكون رئيس جمهوريه؟ لم يصدر حكم، يعني لم يقدم الى محاكمه ويصدر حكم قضائي نهائي في اي تهمه من التهم، وحتى في المرات التي سجن فيها وهم مرتين فقط، محمد مرسي سجن مرتين، كل مره لم يتجاوز اكثر مره لم يتجاوز حبسه اكثر من 3 شهور على ذمه التحقيق، وخرج دون صدور حكم قضائي عليه على الإطلاق. فلم يكن يجوز للجنة العليا للانتخابات أن تستبعده لا بناء على أنه سبق له أن دخل السجن، لأن ده كان قبض، كان يعني كان احتجاز غير قانوني، ولا بناء على أي تقارير أمنية مهما كان الجهاز الأمني حتى لو كانت المخابرات العامة، لأنه اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة قضائية لا يمكنها أن تستبعد أحد إلا بناء على حكم قضائي نهائي. طب بالنسبة لأن هو بيقول أن هو يمتلك أدلة خطيرة سوف يفجرها ضد شخصيات كبيرة في هذه القضية، حضرتك شايف ممكن تكون نوعية هذه الأدلة إيه؟ الحقيقة أنا هذا كلام مضحك جدا يا أستاذة أسماء،
وأنا أذكرك وأذكر السادة المشاهدين بالأدلة الخطيرة التي تحدث عنها مرسي وهو على قمة السلطة، وأذكرك بخطاباته التي تحدث فيها عن الحارة المزنوقة، وأنه لديه أدلة خطيرة سيقدمها، وظل عاما في الحكم دون أن يقدم دليلا واحدا على الإطلاق. نحن أيضا نتذكر خطابه الشهير اللي قعد فيه على امتداد يومين، وظلنا ننتظره ساعات طويلة، وعندما خرج علينا إذا به يتحدث عن الولد اللي ماسك السكينة وبيقطع الكهرباء بعشرين جنيه، ويتحدث عن شخص يدعى فودة في الدقهلية وشخص تاني اسمه عاشور في الشرقية، وان هو عارف. تعتقد ان الادلة هتكون من نفس هذا النوع؟ عن الاستاذ مكرم محمد احمد كلام هزيل وتافه، ويتكلم عن قاضي محترم ويتهمه ويذكر اسمه ويتهمه بالتزوير والرشوة، هذه كلها صفصطة لا قيمة لها على الاطلاق، وهذا الرجل لا يمتلك ادلة ولا يمتلك شيئا على الاطلاق ضد اي احد. طب اخيرا استاذ محمد، اخيرا عايزة توقعات حضرتك النهاردة، المحاكمة هيكون سيرها ازاي، وايه تتوقعه من جماعة الاخوان الارهابية لافساد هذا اليوم؟ الحقيقة يعني انا زي كل الناس منتظرين، ولنا مراسلين في كل الاماكن، ولنا طبعا يعني عندنا معلومات عن انهم هيبدأوا التحرك إن لم يكونوا قد بدأوه الآن، لكن أعتقد أن الإجراءات الأمنية الشديدة اللي عملها أجهزة أمنية على رأسها وزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية ستحد من فعالية هذه التحركات. لكن أنت شايفة أن هم مركزين قوي على الجامعات، مركزين قوي على قطع الطرق، مركزين قوي على تعطيل مصالح الناس، وأعتقد أنه سيكون يوما مثل كل الأيام وسيمر بإذن الله. إن شاء الله يمر بخير. أستاذ محمد البرغوثي الكاتب الصحفي الكبير، جزيل الشكر. نواصل مشاهدينا جولتنا الصحفية السريعة، ننتقل إلى جريدة المصري اليوم. مرسي في قفص الاتحادية اليوم، 5000 ضابط ومجند للتأمين، ومصادر تتوقع عقد جلسات يومية للمحاكمة. تعقد اليوم الأربعاء الجلسة الثانية في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات تنظيم الإخوان المتهمين بقتل وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012، وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لقيام الإخوان بأعمال شغب ترافق الجلسة. نرجع مرة أخرى لجريدة الوطن وخبر آخر. والأطباء يعاودون الإضراب اليوم. وزير الصحة: راتب الطبيب الشاب 1735 جنيه من الشهر الجاري. يعاود الأطباء اليوم إضرابهم الجزئي عن العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بتنفيذ إضراب جزئي مرة واحدة أسبوعيا، تبدأ في الأول من يناير، احتجاجا على تجاهل الحكومة لإقرار كادر المهن الطبية واستبداله بحزمة من الحوافز. المصري اليوم: الصحة تستعد لإضراب الأطباء والصيادلة. أعلنت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة عن الانتهاء من إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة المقرر اليوم الأربعاء. وقالت أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات والشكاوى وتدخل الفوري في حالة حدوث أي تقصير. وما زلنا مع المصري اليوم. خبر آخر: عودة انقطاعات الكهرباء بسبب نقص الوقود. عادت مرة أخرى أزمة الانقطاعات الكهربائية في عدد من المحافظات بسبب لجوء مركز التحكم القومي إلى تخفيف الأحمال بمقدار 2000 ميجا وات بسبب نقص كميات الوقود التي يتم توريدها لمحطات الكهرباء.
ننتقل إلى جريدة الشروق والمركزي. السماح بتحويل $100,000 للخارج سنويا. قال البنك المركزي أنه سيسمح لعملاء البنوك بتحويل $100,000 أو ما يعادلها كل عام اعتبارا من بداية 2014 في خطوة تمثل تخفيفا للقيود على التحويلات الخارجية. ما زلنا مع جريدة الشروق وخبر آخر. أبو النصر تطوير المناهج التعليمية العام المقبل. قال وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر للشروق إن خبراء بمركز تطوير المناهج وأساتذة جامعات يعملون حاليا على تطوير المناهج التعليمية لجميع المراحل في العام الدراسي المقبل بدءا من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة. معنا على الهاتف الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم. سيادة الوزير صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الحقيقة احنا كان ملف التعليم معنا امس من خلال صباح دريم وكنا بنتكلم عن الدستور وما يتناوله من يعني حزمة الحقيقة ممكن نقول للنهوض بهذه المنظومة، فكنا بنتكلم بالفعل على تطوير مناهج التعليم. هؤلاء الخبراء كيفية يعني في جدول معين او شكل معين المفروض هيتم من خلاله تطوير هذه المناهج بحيث نبعد بشكل كبير عن التلقين مرة اخرى وعن الحفظ وما الى ذلك؟ فندم ده تم فعلا، احنا في المرحلة بتاعت المراجعة دلوقتي، يعني احنا طورنا جميع المناهج من اول يوم تحت الوزارة واحنا شغالين في تطوير المناهج من رياض الاطفال حتى الثانوية العامة. في لجنة عملت حطينا معايير، حطينا مواصفات خريج الطالب عندنا من المرحلة قبل الجامعية، وبدأنا ننزل بالتسلسل لغاية الرياض الأطفال وتمت. وفي لجنة رجعت، في لجنة بقى عليا دلوقتي بتراجع مشترك فيها وزارة الثقافة وأساتذة الجامعة وخبراء مناهج علشان تبقى النظرة الأخيرة قبل موضوع الطباعة إن شاء الله. في خطة لتغيير حتى طريقة الامتحانات وطريقة تناول الطالب بحيث ان هو يكون الاعتماد على الابحاث، الاعتماد في الامتحانات مثلا على نظام الاوبن بوك على اساس ان هو نبعد بقدر كبير عن الحفظ وفي نفس الوقت نشجع الطالب على البحث في المكتبات على ان هو يكون مفيش تفكير محدود، نخرج في التفكير خارج الصندوق. سيادة الوزير واضح ان هو الخط قطع، بس يا ريت ان شاء الله تكون هذا من ضمن الخطة. وفعلا احنا امس من خلال صباح دريم تناولنا هذا الموضوع بشكل تفصيلي اكتر، وكنا نأمل ان شاء الله ان المنظومة التعليمية كلها تتغير، طريقة التدريس وطريقة الامتحانات وايضا المناهج نفسها، ان احنا الطالب ننمي فيه الى حد ما المهارات، ننمي فيه الاطلاع، ان هو يبتدي من وهو صغير ان هو يبحث، يبقى هو ده الطريقة التفكير. طريقة التفكير نفسها بتفرق بعد كده في المستقبل بشكل كبير، وده اللي بيحصل في كل دول العالم المتقدم. وما زلنا مع جولتنا مرة أخرى الصحفية وجريدة الأهرام. تيسيرات لمحدودي الدخل الحصول على وحدات سكنية. يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي في اجتماعه المقبل قانونا جديدا للإسكان الاجتماعي وتعديلات على قانون التمويل العقاري، بالإضافة لحزمة تشريعات جديدة تستهدف إيجاد وسائل تمويلية لحصول محدود الدخل على الوحدات السكنية وتقديم حزمة أخرى من التسهيلات الجديدة لهم. يا رب. الأهرام مرة أخرى ووزير الري. وزير الري بعد اجتماعات الجولة الثالثة لسد النهضة، مصر لن تشارك في مفاوضات جديدة دون مبادرات توافق توجهاتها. كشف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية في تصريحات لجريدة الأهرام عن أن مصر لن تحضر أو تشارك في أي اجتماعات جديدة خاصة بسد النهضة إلا بعد التأكد من وجود مبادرات جديدة تتماشى مع التوجه والرؤية المصرية، مشيرا إلى أن الاجتماعات وحضور الاجتماعات واللقاءات ليس له فائدة في ظل التعنت الأثيوبي الحالي.
ننتقل إلى جريدة الجمهورية. اليوم سداد فواتير الكهرباء بالإنترنت. تطلق وزارة الكهرباء اليوم خدمة سداد فواتير الكهرباء بنظام فوري والاستعلام عن الفاتورة عن طريق الإنترنت ببعض مناطق القاهرة الكبرى، تمهيدا لتعميمها على مستوى المحافظات، وذلك للتيسير على المواطنين ودون تراكم للمديونيات. نرجع إلى جريدة الأخبار. والتفاوض لشراء عقار فيروس سي الجديد بعشر ثمنه. أعلنت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة أنه تجري حاليا مناقشات ومشاورات مع الشركة المنتجة للعقار الحديث لعلاج أمراض الكبد فيروس سي من أجل الحصول عليه بعشر ثمنه الأصلي لتوفيره للمواطنين في أقرب وقت ممكن. جريدة الأخبار. وتشغيل تجريبي لكروت الوقود في 400 محطة. أكدت وزارة البترول استمرار العمل في مشروع تشغيل الكروت الذكية للبنزين والسولار، وقالت إن العمل بالمرحلة الثانية من المشروع يتم حاليا بشكل تجريبي في أكثر من 400 محطة توزيع للوقود. وأوضحت الوزارة إقبال المواطنين على تسجيل بياناتهم للحصول على الكرت الذكي. كده نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا الصحفية. فاصل قصير ومجموعة متنوعة من التقارير، انتظرونا. وبدأ صراع واعتقل أعضاء الإرهاب في حزب الإخوان المسلمين. زي ما قلت لكم غير شرعي الدعوة وجمعية الإخوان المسلمين، غير شرعية زي ما قلت للتلفزيون. مستعدة أن تكون فداء لاستقرار الشرعية في هذه البلد. الرئيس حمد مرسي خط أحمر، بمعنى لا يرش بالمية هرش بالدم. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية، هتفجر مصر، هتفجر مصر. هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب.